امبارح كان اليوم السابع من منافسات بارالمبياد باريس 2024، وكل يوم أبطالنا العرب بيحققوا نجاحات كتير، وطبعا بعثتنا المصرية اللي بتشارك في المنافسات الرياضية كمان بتحقق نجاحات كبيرة. تفاصيل أكتر وعن أخبار البعثة المصرية هناك، ومعانا على الهواء مباشرة ضيفنا اللي منورنا محمد ناجي، المحلل الرياضي المتخصص بالألعاب الأولمبية. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. في البداية خلينا نتكلم عن أداء البعثة المصرية في بارالمبياد باريس 2024، وخاصة كمان منتخب البوتشا اللي ودع البطولة امبارح بعد الخسارة في ربع النهائي. والله هو احنا كنا مستنيين طبعا من البعثة نتائج أفضل من كده، هما اللعيبة أدوا اللي عليهم برضو عشان نكون أمنا. منتخب البوتشا من ضمن المنتخبات كان وصوله الربع النهائي خطوة كويسة جدا، خصوصا بعد غيابه 32 سنة عن المنافسات وعن خوض هم أول مرة أصلا كمان منتخب البوتشا يتأهل لدورة ألعاب البارالمبية، فخطوة كويسة إن هم يكونوا موجودين في ربع النهائي. طبعا كانت خسارة امبارح قدام منتخب تايلاند، نتيجة عريضة شوية 11-0، لكن خطوة كويسة إن شاء الله يقدروا يبنوا عليها في اللي جاي، ومستنيين بقى إن شاء الله من أبطال رفع الأثقال اللي هم دائمين يعني دائمين التواجد على منصات التتويج خلال السنين اللي فاتت، ان هم ان شاء الله يقدروا بقى يحطوا البعثه المصريه طبعا على منصات التتويج خلال الايام اللي جايه ان شاء الله. وهم بالفعل بدا كمان منتخبنا رفع الاثقال لمنافساته في بارالمبياد باريس. عايزين نتكلم برضو عن احتلال طه عادل المركز السادس في منافسات رفع الاثقال بثقل وزن 171 كيلو جرام. هو طه امبارح كان بدايه منافسات الولاد، يعني كان ايناس الجبالي وطه طه عادل. طه قدر ان هو شال 165 في المحاوله الاولى، وبعد كده 167 في المحاوله الثانيه، و171 في المحاوله الثالثه، بس ده ما كانش كافي ان هو يقدر يحقق ميداليه، لان اوريدي كانت الميداليه الذهب عن طريق بطل كازاخستان، ده شال 188 كيلو بفرق 17 كيلو عن طه. طه لو كان قدر ارقامه تكون افضل من الرفعات اللي هو شالها بنسبه صغيره، مش بفرق كبير، يعني حتى لو كان الامر وصل ل 8 كيلو قدر ان هو كان عدلهم عن الرقم اللي هو شاله اللي هو 171، كان قدر ان هو يتحصل على ميداليه برونزيه، لان الميداليه البرونزيه كانت من نصيب بطل الصين اللي شال 179 كيلو جرام، قدر ان هو يحقق بيهم المركز الثالث والميداليه البرونزيه. فطه اوريدي بطل سابق كان حقق ميداليه برونزيه في اولمبياد لندن 2012، لكن برضو دي مش نهايه المطاف، ان شاء الله مستنيين منه في اللي جاي ان شاء الله ان هو يقدر يرجع تاني على منصات التتويج من جديد يعني. وبالنسبه لايناس الجبالي، ايناس اصلا وجودها في مشاركتها هي ايناس اول لاعبه على مستوى العالم تتاهل في رفع الاثقال من المنتخبات او من الاقزام، يعني من اللعيبه الصغيرين في الحجم والصغيرين في الطول طولا وحجما يعني. وهي بتلقب بملك الجمال الاقزام يعني. فهي جابت المركز السابع لانها شالت 93 كيلو في المحاوله الاولى، بعد كده ما قدرتش انها المحاولتين التانيين انها تحقق او تشيل فيها الوزن اللي هو 99 جرام، فتجربه كويسه بالنسبه لها طبعا. تقدر انها تشوف فيها اولا لان اول منافسه اول مشاركه ليها في البارالمبياد، فبرضو رهبه التواجد مع ابطال العالم كلهم في البارالمبياد الامور بتكون مختلفه طبعا، بس ده بيديها خبره اكتر وقوه اكتر واراده وتحدي اكبر يعني. مظبوط، فهي ان شاء الله خطوه بالنسبه لها برضو تقدر تقيس عليها اولا المستويات في كؤوس العالم وفي بطولات العالم، بتكون المنافسه فيها مختلفه تماما عن المشاركه والتواجد في الاكبر محفل بقى وهو البارالمبياد يعني. طبعا. طيب خلينا نروح لابطالنا العرب، وعايز اعرف منك برضو شفت ازاي فوز التونسيه روعه التليلي بالميداليه الذهبيه لدوره الالعاب البارالمبيه في رمي القرص. هي دي مش اول ميداليه بالنسبه لها، هي كده كده دي كانت اوريدي اول بطله عربيه تقدر انها تحقق ميداليه في البارالمبيات اللي احنا موجودين فيها. كانت عن طريق روعه، هي مديها الافضليه لمنتخب تونس او لتونس في البعثه التونسيه المشاركه في الاولمبياد بشكل كبير. هي تونس دلوقتي هي صاحبه الصداره العربيه خلال البارالمبياد، نتائج كويسه جدا للبعثه التونسيه. اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نشتغل على
احنا مشاركين ب10 رياضات في البارالمبياد دي. احنا عندنا تنوع في المنافسه على الميداليات، لكن المشكله ان دايما بتنحصر قصه منافستنا او ارقامنا في الميداليات في رفع الاثقال. وهنعطف على القصه بتاعه الاولمبيات او الاسويه، انه للاسف انه المنافسات بتاعتنا بتكون ظالمه شويتين للعيبه المصريه، لان دايما الميداليات بتكون في وقت متاخر من البعثه، فالناس دايما بتبقى مستنيه انها الميداليه تبقى بدري، تحقق ميداليه بدري، عشان احنا لسه فاضل اربع ايام، فاكيد هنحقق. صحيح، انا بقول لك لسه كمان قدامنا اربع ايام يعني. ما احنا لسه قدامنا اربع ايام، لكن الناس مستعجله، كانت الناس عايزه الميداليات تكون بدري على ما في قصه البارالمبيات، عشان يبداوا يشوفوا حصاد للبعثه المصريه من بدري بدري. لكن طبعا ده يعني هو ترتيب المسابقات ده مش بتاعنا خالص، احنا ما لناش يد فيه. صحيح. ده بتبقى اللجنه البارالمبيه، واللجنه الاولمبيه هي اللي بتبدا تحط خريطه واجنده الالعاب، فهو ده من ضمن الحاجات اللي حظنا سيء فيها. لكن ان شاء الله انا متاكد ان البعثه المصريه هتحقق ميداليات في الايام اللي جايه. احنا النهارده اصلا عندنا فرصه لاربع ميداليات ان شاء الله، واعتقد ان احنا اكيد هو بس يعني اكيد احنا بنتمنى طبعا العدد كبير من الميداليات والتوفيق والنجاح للبعثه المصريه في بارالمبياد باريس 2024. بشكرك شكرا جزيلا محمد ناجي المحلل الرياضي، كنت معنا هاتفيا.